زين لابس جاكيته. اتوقع بيصير برد. هو الغريب انه عندك بالبيت دفى وبرا شوي برد. يعني كذي الحين يبين الدفى هنا. اوه كهوه بيشو. اوه قلت كنت حكي عن الدفى كان يطلع بيشو. اوه اودي احوش الاناره. اي شيء يعني هو بيجاوب لك ويبي يحرجك بس. اوكي سوالي دفاير. ما ادري صراحه انت مخرع ليش تو احنا ما عندنا شتاء يعني هالسنه. شو الغريب انه امس برد. برد الصبح. الصبح اي بس برد وايد. اليوم دفى. اليوم دفى اي 27 يعني. من امس بالليل اصلا كان الجو زين. اولا اي يعني من امس خف البرد شويه. بس طبعا الصبح الصبح كان وايد مو غشمر الصبح. عموما هالاسبوع ان شاء الله راح يكون اسبوع اكشن. ليش؟ ان شاء الله بالويكند جايين الشباب الحلوين من السعوديه والامارات وهلنا راح يجون عشان الايفنت مال الاكسترافا جيمنج اووردز او اكسترافا جيمنج الكترونيك جيمنج اووردز. طبعا تنظيم اكسترافا جيمنج راح نسجل ان شاء الله لايف وياهم يوم الجمعه. تفاصيل ان شاء الله بالسوشيال ميديا. اللي يتابعنا على تويتر او يتابع اكسترافا جيمنج على تويتر راح نعلن كل المعلومات هذه. انت مركز انه حاط كاميرا علي وهو اللي يتحجى نقزه يعني داوم احضر مو عن احضر جيب جيب فانا اعطيك المعلومات ايه فانا اعطيك المعلومات اعطيك المعلومات عشان يتشجع ويحضر يعني احرك حلجي وانت تتحجى يعني كنا انا اللي قاعد اتكلم شنو فكرتك يعني هذا متى بال لا تو الحين انت اللي قاعد تتكلم والكاميرا علي لا انت ابي بس منك رياكشن يعني انا شيء ما لقيت الا انا سلاش تشير سوالف هذه اوكي سلاش تشير تكست تك تكست تكتبها تكتبها تجيب اعطيك كيبورد الحين تكتبها صح تبي كيبورد تبي كيبورد ارغونوميك هذا اللي بو سبلت اللي كذي شنو تلعب كاونتر احسن بالياباني شنو تشيو تشيو شنو تشيو ها اللي يبكي كنا شيكو 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 اعطيك شيكو شيكو كيبورد كيبورد كله شيكو شيكو كيبورد كله ايموجي كله ايموجي اللي يبكي زين ان شاء الله يوم الجمعة ان شاء الله راح يكون الايفنت راح يكون لايف ستريمد ان شاء الله بدل ما قلت لكم سووا لنا فولو على تويتر وحتى حق اكسترافا جيمنج ان شاء الله راح يحطون التفاصيل هناك ودي اقول شغلات بس ما اقدر لا لا تقول ايه ما اقدر لا تقول في شغلات عن اي جي شوف ايش يسوي كذي انتبهوا خلال هالكم يوم الجايين انتبهوا على التويتر كذي قاعد يسوي لكم بيشو اخبار حلوه ان شاء الله شيء شايد اي جي ولا اشياء ثانيه يعني سلاش كذي اشياء ثانيه اوكي يعني عندكم شغلتين اي في كذا شغله ان شاء الله راح نعلن عنها سون شغله حق ربعنا بعد يعني هم نعلن عنها سون يعني نعطيكم تيزرز ان شاء الله توقعني خلال الايام الجايه. بالنسبه حق حلقه اليوم ان شاء الله تكون حلقه البعد الاخر اول بعد اخر تاخرنا فيها هالمره صح؟ لانه صار في اختلاف شوي بال لا ما في حلقتين ما سجلناهم اول لا حلقه بس بعدين صارت ان صدى الالعاب هي اللي بلشت فصارت فيها هذا التاخير العاده هم بلشها شويه ابكر احنا عموما يعني إيه؟ هي البعد الاخر متى ما صار عندنا توبك اللي بنتحكى عنه سوينا حلقه وهو التوبك هالسنه يعني توبك هذا التوبك اللي بنتكلم عنه اليوم توبك سنوي اللي هو شنو امنياتنا واحلامنا حق توقعاتنا توقعاتنا طبعا حق سنه 2018 لا بعض المرات التوقعات ممكن على اساس شيء منطقي بس الاحلام والامال يعني شيء ودك يصير بس ما مو مبني على ولا شيء يعني بس انا ودي شنمو 3 ودي لا شنمو 3 خلاص لحظه شنمو 3 اوكي خلاص انت قصدك انه هالسنه مثلا لا انا اقصد تذكر ايام اول اي ايام اول قبل ما يصير حقيقه يعني خلاص الحين شنمو 3 وفاينل فانتسي 7 ريميك ما ادري شنو كل القطات صارت صج يعني الحين عاد يعني نزلوا الالعاب الحين تبلش الناس دبل ماي كراي وداون كرايسيس ايه الحين طمع عرفت؟ لا الحين قام يتمنون اللور تير يعني في شغلات ما حد كان يتخيلها تنزل الحين في شغلات شوي صعبه يعني انا الحين قاعد اتخيل داون كرايسيس اذا بيسوون وحده جديده مثلا شلون عموما هالنقاش هذا نخليه حق الحلقه يلا اول مره ادش حلقه من هالموضوع يعني واكون مو مزهب له نهائيا بدش عمياني و
واللي تطلع واللي يطلع مع السوالف. لا هو شوف تدري شنو، كل مره احنا نكون داشين تحس في نواقص بالشركات. هني في نواقص بس مو شايده نفس السنين اللي طافت، تحس انه وايد هون، تحس انه اللي تبي تقوله راح يحسن اكثر. هو الحين وصلنا مرحله اللي اوكي الحين دشينا بالجيل هذا والكل قاعد يصير كل شيء قاعد يصير ستيبل، العاب قاعد تنزل كبيره وصغيره، فتعرف اللي انا ايه انا متشبع صراحه. وانا شورت ترى تحس انك قاعد تلعب اللي انت تبي تلعبه، وتحس السوق كل واحد على حسب ذوقه شنو يحب يلعب شنو ما يحب يلعب، محصل له شيء قاعد يلعب. اللي يحب سيارات محصل له، اللي يحب في ار محصل، اللي يحب العاب فايت محصل، اللي يحب بلاتفورمينج محصل. يلا خلاص كسر حلقه كسر خلاص شنو ما ماكو احلام ها حسين مكنسل. والله الناس كانوا من احلامهم. حسين مكنسل وخالص. حياكم عندنا عندنا سويب ماي عصير وشاي، يعني شوفوا ديوانيه خلاص يعني نشرب ونمشي. وعلى بنا شاي اخضر والثاني اذا هذا شاي اخضر ثاني يعني تسمعون تقرقش. هذا السبب هذا السبب وهو اللي جاب لنا هالسوالف. وبيشو مسكين مسوي رجيم وعناد يقول لا ما شنو بسكوت في الفلا في بابريكا. إذا ليش مكتوب بالروسي تحت؟ This is the best kind of paprika. You know. You know. You eat this and you play. You eat this. No, just listen to me. You play. You eat this and you play Dota. You are the best soccer player. Soccer player. The best soccer player. The best soccer player. You know. You want to give me mana? You will eat this, my friend. It's good. Soccer player. Adil, I'm not Dota. All of them, they are using this. I'm telling you now. Da. اوه تخلص تسجل الحلقة ترى شكلنا من احنا من الحين دايخين. يس درافا درافا ليتس جو يلا الحين الساعة الحزينة هذه يسمونها الساعة الحزينة صدق؟ ليش يسمونها الساعة الحزينة؟